1 نفتح مع بعض كتاب الوزارة صفحة 14 ونحل مع بعض حرف جي. عندنا هنا حرف ايه ده؟ قلنا جي. جي حرف الجيم هنا عندنا موجود جوه الجمل الصغير اللي احنا شايفينه ده. فين الجمل الصغير اللي فيه حرف الجيم؟ برافو، يلا نلونه. فين كمان؟ هنا كمان، برافو عليك، يلا نلونه. فين تاني؟ برافو عليك، برافو يا كي جي 1. نقلب الصفحة، صفحة 15، يلا نبدأ مع بعض. لكم الصورة التي تبدأ بصوت حرف الجي. عندنا هنا حرف الجي، فين الصور أصحابه؟ برافو، أول حاجة جزر، برافو علينا. إيه كمان؟ أسد تنفع؟ لأ. إيه كمان؟ تفاح؟ لأ. جرس؟ أيوه. وإيه كمان؟ جبن، برافو يا جبن. وارسم دائرة. تعالوا نشوف مع بعض. الولد الجميل هنا عندنا بيقول ايه؟ جي جي جي. جرس ولا جي؟ جندي، برافو، جرس. نعمل دائرة على الجرس. نيجي للولد الجميل اللي بعديه بيقول لنا جي جي. جمل ولا جي؟ جسر، جسر، برافو عليك. تالت حركة عندي جو جو جو. جبل ولا جو؟ جبن، جبن، شاطرين. رجل ولا رجل؟ برافو، رجل. نعمل عليها دائرة. الصفحة اللي بعديها استمع وارسم دائرة في موضع حرف الجيم. أول صورة عندنا بتقول إيه؟ برج، برج، برج. يبقى هنا الجيم جت فين؟ في الآخر. نعمل الدائرة. جرس، جرس، جرس. يبقى الجيم جت فين؟ في الأول. رجل، رجل. يبقى الجيم جت فين؟ في النص، برافو عليك. نيجي للتمرين اللي تحتيه. انت ارسم دائره حول حرف الجيم. اول صوره عندنا بتقول ايه؟ رجل. فين حرف الجيم؟ تاني حرف، نعمل عليه دائره. الصوره اللي بعديها عندنا صوره ايه؟ برج. الجيم جت فين؟ جت منفصله اهي في الاخر، برافو. جندي، جندي. الجيم جت فين؟ في الأول، نعمل عليها دائرة. إيه رأيكم في اللعبة الجميلة دي؟ يلا نلعب مع بعض ونوصل الجبل الجميل ده إن هو يوصل مع بعض فين؟ لغاية الجبل. هنوصل الجمل إنه يوصل للجبل. هيوصل منين؟ يلا نبدأ مع بعض. تعالوا نبدأ من هنا. هنمشي نمشي 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 تاني، نعمل الشرطة بتاعة حرف الجيم وننزل ننزل 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 ببطن حرف الجيم ونوصل نوصل لفين؟ للجبل. فاضل حاجة في حرف الجيم؟ فاضل ايه؟ النقطة اللي جوه بطنه. عملنا النقطة اللي جوه بطنه، برافو عليكم. نقلب الصفحة، صفحة 17. هنكتب مع بعض حرف الجيم. يلا نعمل تريس. حرف الجيم شكله هو منفصل زي ما قلنا، شرطة وبطن، بطن كبيرة والنقطة جواها. شرطة فوق السطر، بطن كبيرة والنقطة جواها. شرطة فوق السطر، بطن كبيرة والنقطة جواها، برافو. تاني حاجة شكل حرف الجيم متصل لما بيجي في أول الكلمة. مع بعض يلا.
شرطة مايلة على السطح وشرطة نايمة على السطح والنقطة تحتيها. تاني شرطة مايلة على السطح شرطة نايمة على السطح نقطة تحتيها. تاني حرف الجيم شرطة مايلة على السطح شرطة نايمة على السطح نقطة تحتيها. برافو عليك يا ميجي. يلا ننزل على التمرين اللي تحتيه على طول. هنحذف الحروف المتشابهة ونبحث عن الكلمة. تعالوا كده نشوف هنا. أول صورة عندي هي صورة إيه؟ جرس. جرس. تعالوا نحذف الحروف المتشابهة. فين فين؟ هنحذف حرف الماء. ما هنحذف عشان شبه بعض. وكمان والتي هنحذفها عشان شبه بعض. واللو هنحذفها عشان شبه بعض. اتبقى لنا كلمة إيه؟ جرس. جرس اهي ج ر س. يلا نكتبها مع بعض. ج حرف الجيم وعليها راسها الفتحه. ر هننزل بحرف الراء وعلى راسها الفتحه. س حرف السين. بقت كلمه ايه؟ جرس. الصوره اللي بعديها جسر. جسر. يلا نشوف هنا الحروف المتشابهة. عندنا ايه؟ لي هنشطبها مع بعض. وايه كمان؟ وحاء هنشطبها مع بعض. وايه كمان؟ هنشطبها مع بعض. بقت لنا كلمة ايه؟ جسر. كونت لنا كلمة جسر. جي يلا نكتبهم مع بعض. الأول جي بعد كده سين جسر. جسر. اخر صوره معانا برج. برج. يلا نشوف الحروف المتشابهه. الف مع بعض سي مع بعض د مع بعض. اتبقت لنا كلمه ايه؟ برج. برج. بو كونت لنا كلمة ايه؟ برج. ننزل على التمرين الأخير. آخر تمرين معانا هي لغاية الكيشوات. اخر صورة معانا صورة ايه؟ رجل. رجل.